السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا ومرحبا بكل الناس جميعا. طبعا أريد أذكركم أنه هذول الناس اللي رح أو الناس اللي اخترتهم هم اللي علقوا أكثر، اللي طلع لي نسبة التعليقات عندهم أكثر ناس، فأنا اخترتهم في القراءات المجانية. كل ما عليك، كل ما أنزل بوست وأقول لكم أنه رح أنزل الليلة القراءات المختارة، تتفاعلون في القناة، تسوون لايكات، تسوون شير على البوست إذا تحبون، أو ما أدري تسوون نشر للقناة أو كومنتات كثيرة، وأنا إن شاء الله اختاركم. طبعا حبايب قلبي، أنا مسويت لكم عروض خاصة لكل من يريد أو يلتحق بال يعني الحجوزات حق القراءات الخاصة. أوكي، أنا فتحت الحجز بداية من غدا إن شاء الله. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نبدأ. إيناس بنت إيمان، كقراءة أولى إيناس بنت إيمان عن النصيب والزواج. خلينا نشوف قراءة إيناس بنت إيمان شو بيطلع معانا. إيناس بنت إيمان، في عندك شيء معطل يا قلبي بالنسبة لنصيبك، قاعد يتأخر ويتأجل. أنت ثلاثينية أو في أواخر العشرينات، في عندك حاجة معطلة، ورح تتزوجين زواج الأقارب، لأنه هنا في عندي زواج الأقارب أو صلة قرابة ما بينك وما بين الشخص اللي راح تتزوجينه. أوكي، إيمان تبغى تتزوج شخص مش من نفس ديرتها، مو من نفس دولتها، تريد نقول إحنا يعني الميكسد كابل أو زواج يعني بغير جنسيتها. أوكي، لكن أنا شايفة إنه مش راح يكون هذا الشيء على أرض الواقع. أنا شايفة إنه راح تتزوجي بإنسان من نفس البلد. قسمة نصيبك ستنفتح في هذول السبع شهور الجاية بإذن الله. بنشوف إيناس بنت إيمان قسمتها منفتحة السبع شهور الجاية، والواسطة راح تكون مرأة راح تعرفك على هذا الرجل. الرجل يمكن نعم يكون من أقاربك، لكن يمكن أن يكون إنه مقيم برا، فيمكن إنك تضبطين أوراقك، يمكن إنه هذا الإنسان يعني تسافرين عنده. شفتي السبع شهور الجاية بإذن الله إيناس بنت إيمان، ما أدري بعد سبع شهور كم يطلع الشهر. على العموم، على بداية سنة 2023 عندك بشرات خير، وعندك فتح قسمة نصيبك، عندك تعطيل وعين وحسد. الناس أكلتك بالأسئلة، ليش للحين ما تزوجتي، ما ينقصك شيء، أمورك طيبة، لكن يا قلبي عندك تأخير في موضوع زواجك، وهذا الشيء مرة مؤسف يعني، خصوصي إنه ما ناقصك شيء، والناس اللي حوالينك يمكن أقل منك في الجمال، في المال، في الصحة، لكن سبحان الله تنفتح لهم نصيبهم وهذا رزقهم عند الله، لكن لعل رزقك يتأخر وفي نهاية الأمر تتحصلين على الشيء اللي أنت تبغينه. على العموم عندك خير إن شاء الله سبع شهور الجاية، فيا رب نسمع عنك كل الأخبار الحلوة يا عمري. أوكي، ننتقل الآن إلى قراءة زهراء سيد جعفر ابن هاشمية، وموعد الزواج وخروج الطرف الثالث. طيب خلينا ستيب باي ستيب يا قلبي. زهراء سيد جعفر بنت هاشمية، هل رح يطلع الطرف الثالث او لا؟ الطرف الثالث رح يطلع ورح تصير فركشة، يعني ما رح يتم الموضوع، في اختلافات بينك وما بين الشخص اللي معاكي، انت بتحبينه، بس انا شايفه انه موضوع زواجكم يعني شوي متاجل، او انه الانسان هذا نقول احنا اوكي كان يحبك في فترات من الاوقات، كان متعلق فيكي، لكن الطرف الثالث سحبه، سحب منك، وهذا الشيء ازعجك وضايقك وخلى نوعا ما كثير يعني حزن على قلبك، لكنه فتره مؤقته ان شاء الله باذن الله وتروح. الحزن هذا مؤقت ان شاء الله ويروح. حبيت أقول لك يا قلبي إنه بالنسبة للطرف الثالث، هو الآن لسه موجود، ما طلع في حياة هذا الشخص، لكن راح تتفركش أمورهم بطريقة ما، راح يكشف حقيقتها أو خيانة كبيرة جدا، فراح تطلع من حياته وما راح تكمل معه، أو بالأحرى هو ما راح يكمل معها، أو راح ترجعوا لبعض. أوكي، بالنسبة لموعد زواجك، إذا أنت عندك النية يا زهراء بخصوص شريك حياتك هذا، أقول لك أصبري شوي، يعني لسه الوقت مطول، في عندك صبر طويل صراحة. إذا أنت يعني تريدي تنتظرينه وتريدي تتزوجينه إلين ما يطلع الطرف الثالث، وبعدها لكل حل حلول. أوكي، لكل مشكلة حل، لكن إذا أنت تبغين أنك تشوفين حياتك، نقول إحنا القسمة موجودة، أكو قسمة بس متأخرة عندك،
في تقريبا 4 أوقات، 4 شهور إلين ما تطلع الطرف الثالث هذه من حياة هذا الشخص، وبعدها تتوضح لك الأمور. فشوفي بعد ال4 أوقات هذه أو في فترة ما رح اختارك، بعد شهر، بعد ما أدري كم الوقت، بس يعني نكشف عن طاقة جديدة لك، أوكي؟ لأنه الطرف الثالث لسه موجود، فيمكن أنه بعد شهر، بعد شهرين، بعد يطلع الطرف الثالث يمكن تتغير الطاقة. فرح نسوي لك كشف عن تغيير الطاقة لهذا الشخص وإيش نواياه. نواياه الآن مش مبينة، يعني الطرف الثالث لسه ما طلع، ونوايا الشخص اللي انت تريدين انك تتزوجين منه مو مبينه، دائما الطرف الثالث لسه موجود. فارجعي جددين طاقتك لعل نواياه تتغير هذا الشخص، اوكي؟ خلينا ناخذ قراءه اخرى. آية بنت مريم، برج القوس ومحمد، نهاية علاقتنا ومشاعر. اول شيء خلينا نكشف عن مشاعر محمد على آية بنت مريم، برج القوس، آية بنت مريم ومحمد. خلينا نشوف نهاية أو مشاعرهم بالأحرى. الإنسان هذا يبغى يتزوجك، في عنده النوايا الطيبة، أوكي في بينكم عند، في بينكم أون وأوف، لكن في بينكم علاقة جميلة جدا إذا عرفتم كيف ضبطوها. لو عرفتم كيف ضبطوها أموركم راح تكون تمام، أوكي؟ الإنسان هذا عنده مشاعر تجاهك، مشاعر شغف على الصعيد الجنسي، علاقتك يعني حلوة، فهمتي؟ يشتاق لك ويحبك ويريد يشوفك، بس لا تعطينه الأمان. يمكن إنه هي قاعد يختبرك، يعني يقول لك ارسلي لي صورتك بكذا وكذا، لا ترسلي شيء، لا تعطي شيء. أنا ما أبغى أعشمك وأقول لك أعطي فيه الثقة، أوكي يحبك لكن في عنده شغف، دائما يشتاق لك، يمكن انه حتى يفكر او يتكلم معاكي بامور جنسيه او حميميه. ضبطي امورك ووضعي حدود لهذا الشيء، لا تتهوري، ويمكن انه يختبرك قبل ما يدخل في موضوع الزواج. هو فكره الزواج تجاهك موجوده لكن قاعد يختبرك، انت في مرحله اختبار بخصوص امور، مثلا يبغى يعرف امور الشرف، يعني انت اوكي مو اوكي، حتى لو يحبك، حتى لو معجب بيكي، لكن يبغى يختبرك. فانتبهي جيدا يا آية حبيبتي، اوكي عنده يكلك مشاعر بس تراه ذكي، يعني لا تقولي انها خلاص هو يحبني، لا اوكي يحبك بس يختبرك، تمام؟ بعد الاختبار اللي راح تنجحي فيه رح يبدأ بخصوص موضوع الزواج. نهاية علاقتك في هذا الشخص هي استقرار وزواج وارتباط إن شاء الله. فالله يسعدك يا عمري والله يسهل أمورك. ننتقل إلى القراءة الأخرى، قراءة نور بنت عائشة والميزان. شوف مواصفات شريكك إيش بيطلع معنا. نور بنت عائشة، ميزان، الزواج ومواصفات شريك المستقبل. إيش فيكي مش ضابطة؟ في عندك حاجة زعجتك هالفترة، عندك تقريبا 2 أو 2 سنين، يمكن طلعتي من علاقة مو أوكي، يمكن ما كان عندك نصيب فيها، أوكي تعبتي، بس أنا بقول لك في عندك شخص راجع لك من الماضي، يمكن إنه يبغى يعتذر لك أو يبغى يحاول إنه يعني يقول إحنا يصلح علاقة كان مدمرها معاكي، او كان سوء فهم حصل فيبغى يوضحه، لكن انت متجاوزة هذا الشيء. الان انت ودك تستقرين، عندك شخص رح يدخل حياتك ورح يكون مش من نفس البلد، يعني احتمالية كبيرة انه يكون من دولة شقيقة او من دولة ثانية، مختلف تماما عن الشخصية الاولى اللي كنت تعيشي. يعني اذا انت كنت في علاقة قبل كانت متعبة، كان منحرف نرجسي، كان مدري whatever، يعني سبحان الله ربي راح يرسل لك عوض كبير جدا، وراح يكون عندك شيء مره حلو. ابغى اقول لك انه بالنسبه لمواصفات شريكك، الانسان هذا اعزب، اكبر منك ب7 أو 8 سنوات على اقصى حد، والانسان هذا شغله مره كويس وظروفه طيبه، يعني باذن الله حتى اهله كويسين، من اخيار الناس الحلوه. فيا رب تتسهل أمورك إن شاء الله. طريقة تعرفك على هذا الشخص يمكن عن طريق موقع تعارف أو عن طريق السوشيال ميديا. إذا بتقولي لي كيف، أو أنا مش من هذا النوع، أنا ما أتعرف على ناس يعني دخلاء أو غرباء أو من جنسية ثانية، أنا أقول لك إنك راح تتعرفين بإذن الله وتجي تبشريني. فيا رب اكتب لها النصيب الحلو، نور بنت عائشة. طيب خلينا ناخذ القراءة الأخيرة، طبعا إحنا اخترنا 5 قراءات فقط. داليا،
بنت هناء عزباء وأنا مش مرتاحة مع أهلي. خلينا نشوف داليا بنت هناء ليش مش مرتاحة مع أهلها. أول شيء في عندك ضغط من ثلاث عزاب أو ثلاث إخوان، أو يمكن إخوانك الاثنين وأبوكي، عندك إخوان ضاغطين عليك، عندك ثلاث أشخاص قاعدين يضايقوكي، وعندك ثنتين يمكن أمك وأختك أو أمك فقط اللي قاعدة تمارس عليك ضغط أكثر فأكثر، وقاعدين يفضحونك. ما يعني حتى أمك من المفروض تكون قريبة منك، لا قاعدة تفشي أسرارك أو تتكلم عنك، ما عم تحسي بالأمان، تحسي بضيقة ودك تطلعي في أقصى حد. حتى لو يجيك إنسان مو من نفس المواصفات اللي أنت اخترتيها أنت راضية فيه، تقولي أنا المهم أطلع. لا يا عمري، لا ترمين نفسك على أي شخص، ترى كذا بتدمرين حياتك. يعني تهربين من القطرة تجين في ما أدري وش أقول لك، يعني تهربين من القطرة، تهربين من مشكلة بسيطة وانت تشوفينها كبيرة، الآن تروحين على شيء ثاني. السند العائلي أهم من السند الرجل، وإنك تسندين نفسك هذا أقوى سند. بقول لك شيء، ترى يا عمري عندك شخص راح تتعرفين عليه، اوكي راح يكون شوي كذا مختلف عليكم، او انه المونتاليتي حقته يعني عقليته مو نفس عقلية اهلك صراحة، انه يكون مرة كذا اوبن، انسان متفتح، انسان راح يطلعك من هذا المود او هذا الضغط اللي انت تعيشين فيه. انسان هذا راح يحبك ويصونك، وراح ياخذك من بيت اهلك باذن الله معززه مكرمه، وراح يعطيك قيمتك. اوكي بس اصبر شوي، الاشخاص اللي انت تدخلينهم لحياتك مو ناس اوكي، وانا ما احبك تدخلين احد كذا، يعني ما اي شخص كذا، لا 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 اصبري، اعرفي ايش تسوين ما تسوين، ابغاكي تثبتين نفسك، لا تتسرعي، لا تتكلمين عن اسرار اهلك امام اي شخص غريب تتعرفين عليه وتقولي له انا تراني مضغوطه من اهلي انا ابغى اتزوج، عشان كذا هو يهرب او انه يقول هذه انا استغلقت ضعفها. حاولي انك تتكلمين بهدوء ولا تعطين اسرار يعني اهلك لاحد، لانه هذه نقطه ضعف جاء يمارسها عليكي، يعني يقعد يمارسها عليكي اي شخص تتعرفين عليه. الإنسان الكفو والصالح هو اللي راح يصونك ويحترمك بدون ما أنت، أو يشعر بألمك بدون ما أنت تتكلمين. فيا رب يكتب لك النصيب الحلو، عندك شخص راح يتقدم لك بإذن الله على بداية شهر 2 من سنة 2023. أوكي الموضوع مرة طويل مطول، بس هذه هي الحقيقة. يا رب يكتب لك النصيب الحلو ويسهل أمورك إن شاء الله يا عمري، والله يسعدكم وين ما كنتم حبايبي. طبعا أنا مسوية خصومات هالفترة، راح يفتح باب الحجز غدا ان شاء الله. طبعا اللي في عندي مشكله في الواتساب، عندي مشكله في الواتساب، ما شاء الله يجوني كثير يطلبون قراءات مجانيه. انا اسفه، القراءات المجانيه فقط في القناه، انا ما احب الخبط قراءات الخاصه تجي فقط، او الاعمال او اي حاجه تجي فقط على الواتساب. الانستغرام انا ما اعطي فيه اسعار ولا اعطي فيه الديتيلز، يعني مع الاسف ما اعطي تفاصيل اي شيء. عندك الادمن يرد عليكم، عندكم الادمن يرد عليكم كذلك في الواتساب، فاي مشكله اي شيء اوكي تواصلوا معي، وكرروا اتصالات او اكرروا رسائل عشان تطلع رسالتكم فوق، لانه في كثير متواصله معاهم. انا ما يعني ما البنت اللي معاي ما هي قاعدة تشوف الرسائل، تمام؟ ففي تأخير في الرد، لكن رغم ذلك أنا أرد عليكم وأتواصل معاكم بعدها شخصيا. فياريت تتفهمون سبب التأخير لكثرة الضغط، وما شاء الله كثير يطلبون قراءات المجانية، القراءات المجانية فقط، القراءات المجانية فقط في اليوتيوب، أما القراءات الخاصة المدفوعة تكون فقط على الواتساب للحجز والاستفسار. وشكرا لكم، ان شاء الله تتفهمون هذا كله، ويا رب يسعدكم. وانا باذن الله لما اخترته راح اختاره من تحت هذا الفيديو، اوكي؟ فالله يكتب لكم الخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.